أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. اليابان ترصد إشارات لاسلكية تشير إلى احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية. قضية الاتجار بالبشر في ليبيا على طاولة مجلس الأمن، وسفير فرنسا بالأمم المتحدة يطالب باتخاذ إجراءات قوية وربما فرض عقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر. سامسونج تكشف النقاب عن البطاريات المعجزة، إذ أنها تمتلئ بالطاقة 5 مرات أسرع من البطاريات الحالية. وفي خبر صحي، دراسة تقول غسول الفم يعرض صحة الإنسان لخطر كبير، إذ أن الاستعمال اليومي لغسول الفم يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وبمرض السكري.